أهلا بكم جميعا. النهاردة بإذن الله هنشرح واجهة برنامج ماتلاب. تمام. أول حاجة زر ستارت هير، ده علشان تعرف توصل للأدوات بسرعة جدا بدل ما تقعد تدور في البرنامج. عن طريقها ممكن توصل للنوت بوك أو بلوت تولز أو هيلب، لو في أكواد معينة مش عارفها ممكن تستخدم هيلب، Shortcuts, Desktop Tool، كل Command History اللي هو ده. تمام. فمثلا لو انت خفيته من هنا وانت عايز ترجعه تاني ممكن تدوس على Command History. ممكن قوائم فوق موجودة برضو، يعني مفيش أي مشكلة. Help Product Help Using Desktop، كل ده مفيش أي مشكلة. تمام. أهم حاجة عندي هنا هي ده المكان اللي بكتب فيه البرنامج، ده الفولدر اللي بيتسجل فيه الملف اللي انت بتنشئه. ممكن تغير المكان عن طريق الضغط هنا، وممكن تختار أي مكان، ديسكتوب، تخش على ماي كمبيوتر، ميك نيو فولدر، وهكذا تغير يعني الكارنت فولدر. في الحتة دي بيظهر الحاجات اللي بتتخزن في الذاكرة أو في البرنامج. يعني انت لو قلت قيمة X مثلا أو قيمة A بيساوي 1، يبقى تسجل في الذاكرة إن A بتساوي 1. لو قلت إن B بتساوي 2، يبقى تسجل في الذاكرة B بيساوي 2. ممكن تعمل عملية حسابية إنك تقول C بتساوي A زائد B، يعني 1 زائد 2 ب3. طبعا لاحظ إن كل العمليات اللي أنا عملتها النهاردة تسجل بالتاريخ النهاردة 15/7/2016، وبيتسجل خطوات في هذه الحالة. لو ضغطت عليها هيجيب لي آخر عملية عملتها بالنسبة لـ A أو B أو C. عايز تمسحها من Command History بتضغط عليها بالماوس وتدوس Delete. تمام. عايز تمسح كل Command History اللي انت عملته في البرنامج، وطبعا لا أفضل ده، متمسحوش علشان ساعات بتواجهك أخطاء طبعا أو عايز ترجع لها وتشوف اتحلتها ازاي، فبتسيب Command History. عموما لو عايز تمسحه بتدوس Clear، تضغط Enter. طب انت اشتغلت عملت صفحة كبيرة بهذه الطريقة وعايز تبدأ صفحة جديدة فاضية، بتدوس C ل C، مفيش أي مشكلة، وتشتغل بقى من جديد. ودي تعتبر يعني أشهر الحاجات اللي تهمك انك تعرفها دلوقتي في البرنامج. فيديو جاي ان شاء الله هنبدأ في العمليات الحسابية اللي نقدر نعملها في برنامج ماتلاب.